ساعة صفا. اسمح لنا نرد بسرعة. ألو ألو ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. مساء الخير يا مدام صفاء. مساء النور يا فندم. سمعنا ان حضرتك النهارده مستضيفه الفنانه لبلبه. ايوه. وعندي سؤال كده بس، يعني سؤال صريح شويه. اوه صريح. فهل يعني المدام لبلبه مهيئه ان هي ممكن ده سسبنس. حضرتك اصلا كاتب او مخرج؟ ما يهمكش حاجه. لا يعني انا برضو يعني ايه بشوف وبقرا عن الفنانين وبيهمني برضو ايه حياتهم الشخصيه، وبحاول ان انا برضو ايه يعني نفهم ايه الصراحه، لان انت عارفه الجرايد بتاعتنا بيبقى فيها حاجات مش يعني مش بتبقى صريحه قوي، عايزين نسمع منها. هل سبب طرح حضرتك من استاذ حسن يوسف كان سبب والدتك ولا كان ايه بالظبط؟ يعني ما ايه رايك في الجواب؟ سؤال صريح جدا. بس بصراحه انا واقع في نفس المشكله دي. لا 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 حماتك، عايزين بس نفهم يعني ايه، هل هو كده ولا ايه بالظبط؟ لا انا عايزه اقول لك حاجه، ما فيش ام في الدنيا تحب ان بنتها يعني خراب بنتها. لا يعني ده بالعكس يعني. لا هو مش ما اعتقدش تاثير عليها يعني. مش لا بالعكس. ليه يعني؟ حضرتك مرتبطه بوالدتك قوي فبرضه بتسمعي لها. لا ويعني برضه والدتي صديقه وصديقه مخلصه. ما فيش حد يبقى عارف مصلحه الانسان اكتر من امه. يعني بس بيبقى الام مثلا بيبقى ليها تدخلها. لا والله انت مش عايز على سؤالك. هو هي فعلا عمرها ما تدخلت في حياتي الزوجيه، واذا كانت من النوع اللي هيتدخل يبقى انا كان لازم يحصل انفصال بعد سنه او 6 اشهر او سنتين. انا عشت يعني 8 سنين على فكره. لا يعني سعادتك مثلا بيبقى حضرتك قريب الاستاذ حسن يوسف ولا؟ لا لا يعني انا برضه اصل انا في نفس المشكله. ووالدتها والده المدام بتاعتي برضو يعني على طول ايه حاطه ودنها معاها وبتاع، وبتوجهها شمال يوجهها يمين، فيعني بتبقى ولا يعني بتبقى الام دايما البنت بتبقى طوع. يعني البنت بتبقى طوع للام يعني، فبتبقى رايها هام جدا بالنسبه لها. فانا مش عارف ده لو كان الراجل يعني وحش قوي. يعني لو كان الراجل مثلا فقدان يبقى الام تقول لا انقذ بنتي منه طبعا. لكن زي ما قلت لك يعني انا حياتي مع الاستاذ حسن يوسف كانت 8 سنين. فمش ممكن تكون والدتي تدخلت ولا وسكتت كل الثمان سنين. طبعا لا، والدتي ست طيبه جدا وعادله جدا، وكانت تحبه اكتر ما كانت تحبني او زي ما كانت تحبني الحقيقه. وما فيش ابدا في عائلتنا موضوع الحاجات دي، لكن دي ده نصيب. ولما يعني اذا انت بتسالني هل هي بتتدخل في حياتي بشكل، بالعكس يعني امي حتى ساعات ابقى حيرانه بقرا سيناريو يا ترى ارفض يا ترى اقبل، تقول لي زي ما انت عايزه، شوفي احساسك ايه وبعدين تتفرج عليا. ممكن تكون ناقده، انت هنا وحشه ما كانش حقك عملتي ده، انت هنا كويسه. يعني طيب يعني ايه لو الحكايه مثلا الام مثلا بتبقى بينها وبين البنت علاقه او كده، هو ان بتبقى حميمه قوي، فهل ده سبب برضو ان انتوا ما خلفتوش ما خلفتيش حضرتك من الاستاذ حسن؟ لا 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 دي كانت ظروف. انا هترجعني للماضي ليه بس؟ بقول لك ايه، بقول لك ايه، كان بنحبك وبنحب دايما نحرص على ان احنا نسمع. ربنا يخليك. دي مرحله والحاجات دي احنا من وانت يعني حضرتك صغيره وكده يعني. اصل الواحد لما انا اتجوزت صغيره فكنا مأجلين موضوع الخلفه ده، ولما قررنا حصل. لما ده بني ادم هيجي في الدنيا دي يا اخوانا، فمش معقوله يبقى ربنا يوفقك يبقى يعني ربنا يوفقك. طيب بس اسم حضرتك بقى علشان حضرتك ما قدمتلناش نفسك. انا اسمي شريف علي. ايوه. من البدرشين. اهلا بيك يا استاذ شريف. يا رب يهدي حماتك. يا رب وكل الامور تمشي صح. حضرتك عندك مشكله باين صح؟ بصراحه يعني نفس المشكله دي برضو عندنا. اقول لحضرتك على حاجه، عندنا برنامج في القناه العامه اسمه فش خلقك، فلو اتصلت بفش خلقك اتكلم المشكله هم هيحلوها لي. ينفع مع حماتي اي حاجات؟ انت عارف حضرتك. لا لا اسمع، انت لازم تحب حماتك.
بس نصيحه حلوه بقى من مجربه، لازم من مدام طبعا اللي انت بتحبها. ما تحسش ابدا ان حماتك يعني دي عدوه. وبعدين الحياه الزوجيه ما هياش انت هتخش مبارزه ولا هو حرب، يعني لازم يبقى في تفاهم وتحب حماتك وتحاول تتقرب منها، لانه يعني دول بيبقوا زي الملائكه. ربنا يخليك. وبعدين تدعي لك كده والدنيا تتفتح لك. ولا ايه يا عم شريف؟ ميرسي جدا يا فندم. شكرا ليك. اتمنى اشوفك دايما دايما دايما. متشكره قوي يا رب. اهلا بيك في البرنامج. سلام عليكم. شكرا، مع السلامه. لذيذ قوي. هو يزر عنده مشكلة، فأنا قلت له في برنامج فيش خلقك ممكن يفش خلقك. معلش، هو يفش خلقه هنا كمان ممكن. ساعد صفا.